التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تستمر ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير عبر هذه الجائزة التي تنطلق في أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وجائزة زايد الكبرى التراثية التي تنطلق لمحبي وعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. ينطلق حفلنا الكريم الشوط السابع الخاص بالابكار، حيث نتابع هذه الأعداد التي وتوافدت من جميع ميادين دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا المهرجان مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول خلال هذه الانطلاقة جمايل على المركز الأول، مسلم بن سالم بن ناصر بن مر العامري من يقدم جمايل على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لدى وجود الشاهينية لسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز الثالث منصورة لسيد فري بن علي بن حمودة من تتواجد أيضا على المركز الثالث خلال هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الرابع، مكيدة تتواجد مع المركز الرابع لسيد مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي، بينما المركز الخامس تنطلق هنا أيضا الذيبة محمد بن عبيد بن راشد المهيري من يقدم الذيبة في المركز الخامس والمركز السادس. هذه هي مشاهدين الأعزاء الشاهينية، نايع بن سالم بن نايع القفلي من يقدم الشاهينية على المركز السادس والمركز السابع. نتابع المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، تتواجد الرباط لسيد حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي من يقدم الرباط في سابع المراكز وثامن المراكز. هذه هي مشاهدينا الأعزاء تنطلق، وخلال أيضا هذه اللحظات أيضا الغزي محمد بن عيد بالكوس الفلاسي من يأتي مع الغزي في المركز الثامن والمركز التاسع. تدخلت ايضا في هذه اللحظات ندى مانع بن دواس بن مانع العجمي من يقدم ايضا في هذا الانطلاق ندى لتاتي مع المركز التاسع والمركز العاشر. هنا تدخلات ايضا خطيرة، تدخلات خطيرة من قندهار رايد بن سعيد بن محمد الصيعري من ياتي بانطلاقة قندهار في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. الله اكمل النداء الاول للعشر المراكز المتقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الانطلاق لدى مقدمة هذا الشوط لدى المركز الأول الشاهينية علي بن خليفة بن رشيد السويدي من يأتي مع عشق لهذه السلالة بمقدمة هذا الشوط ووجودها مع المركز الأول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. المركز الثاني تحركت مكيدة، تحركت مكيدة لتنطلق مع الشاهينية بمقدمة هذا الشوط. هذه هي مكيدة لا سيد مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي على المركز الثاني، الثنتين انفردا عن بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. لياتي الكل دائما مع هذه الرياضة بالحضور في الأمتار الأخيرة. هذه هي الشاهينية، هذه هي مكيدة في تنافس مبكر بدأ ببداية هذا الشوط. الكيلومتر الأخير بدأ التنافس، بدأ التحدي، بدأ الانطلاق مع هذه الأسماء. المركز الثالث هناك تحركت في هذه اللحظات، وصلت جمايل 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 خذت المركز الثالث، مسلم بن سالم بن ناصر بالمر العامري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. وتواصلت الأسماء، تواصلت الأسماء، هنا الحضور يأتي بوجود هذه الأسماء العملاقة التي بدأت بالانطلاق في هذا الشوط، بدأت بالانطلاق والتحدي والإثارة. وصلت هنا مشاهدينا الأعزاء الغزيل الغزيل محمد بن عيد بالكوس الفلاسي، ولكن المقدمة الصدارة والمركز الأول الشاهينية الشاهينية. ومكيدة مكيدة مكيدة غيرت، مكيدة غيرت، خذت المركز الأول، أعلنت بالانطلاقة مع الصدارة، أعلنت بالانطلاقة مع المركز الأول. هذه هي مكيدة، هذه هي مكيدة مع الـ400 متر الأخيرة. مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي من يقدم مكيدة لدى هذا الانطلاق الرائع والجميل على مقدمة هذا الشوط، لتقدم هذه العروض الممتازة، لتقدم هذا الأداء المميز في انطلاقة مكيدة على مقدمة هذا الشوط. مكيدة 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 صاحبة الفوز والانتصار، مكيدة صاحبة العروض الممتازة مع نهاية هذا المسار، لتؤكد باختطاف الفوز والناموس، تؤكد بأنها صاحبة الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسيد مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي على فوز مكيدة بالمركز الأول ولحظات الوصول
الى خط النهايه يقين في المركز الثاني. حمد بن طرشوب بن صالح العامري الشاهيني ياتت في المركز الثالث في هذا الانطلاق مشاهدينا الاعزاء. كانت الشاهينيه لسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، والمركز الرابع ايضا الغزيل محمد بن عيد بالكوس الفلاسي، بينما المركز الخامس اتت سلهوده لسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميدي. ما شاء الله مكيده كانت في قمه التنافس والتحدي، لحظات التجاوز امامكم متابعينا الكرام لمكيده التي بدت باختطاف الفوز والناموس مع الامتار الاخيره لتعلن بهذا الفوز والانتصار الكبير في ارضيه هذا الميدان وفي هذا المهرجان، لتاتي مشاهدينا الاعزاء مكيده على المركز الاول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل لسيد مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمني 6 دقائق مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق، 6 ثواني جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك مكيده على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول، بينما يقين اتت في المركز الثاني. حمد بن طرشوب بن صالح العامري سجلت توقيت زمني مقدار 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث كان من نصيب الشاهينيه لسيد علي بن خليفه بن رشيد السويدي، سجلت ايضا توقيت زمني مقدار 6 دقائق 8 ثواني جزء 1 من الثانيه. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالمراكز.